أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجلت 11 حالة وفاة، 10 منهم غير محصنين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2100 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1728 حالة من المرض، وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.